أخاف أن تأتيني زوجة مطيعة لي وعدوة لك يا أبي. لا عليك يا بني، أعلم أن بنات أخي قد تربوا تربية حسنة ولن تكون منهن من تكون لي عدوة. المهم أنت أن ترضيني يا أبي. يا أبي ماذا تريد؟ أتريدني أن أترجاك؟ لا 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 تترجاني، ولكن لا أستطيع الزواج. لماذا؟ ما السبب؟ قل لي. عندما يحين الوقت سأقول لك على كل شيء جعلني أؤخر زواجي. كما تريد يا بني، ولكنني حزين عليك وعلى عزوبيتك. أنا أخدم نفسي بنفسي يا أبي. ولكن لن يطول هذا كثيرا يا بني. إن شاء الله لن يطول كثيرا، وقريبا سأقول لك أريد الزواج وأنت ستزوجوني بيدك إن شاء الله. عن إذنك يا أبي. إلى أين أنت ذاهب؟ سأعود قريبا، لن يطول غيابي. يا رب لا أريد سوى أن أطمئن على نجي بزوجة صالحة ترعاه وتهتم به. يا رب يسر له أمره ووفقه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. كم كان غاضبا أبي عندما عاد من عندكم لأنكم لم تبيعوه البيت. فكرت بهذا وأخاف أن تسوء العلاقة بيني وبينه ويرفض زواجي. لن يقبل بزواجك مني أبدا. ولو أخذ مني مهرك الفاحش، ولو أخذ كل مالك، أو تملأ جيبه بالذهب والفضة، أو تعطيه المنزل، لن يحصل هذا أبدا. وأنا لا أريده أن يحصل أبدا. هيا هيا ادخلي ادخلي وأغلق الباب وراءك. هيا دعني واقفة معك قليلا. أبوك سوف يراك. هو مستغرق في نومه منذ ساعات، هو وعائلتي فريدا فردا. ولو هيا اذهبي، لأنني وعدت أبي لئلا أتأخر عليه أبدا. تصبح على خير. تصبحين على خير وسعادة. لما أنت واقف؟ أنتظر إغلاق الباب. مع السلامة. مع السلامة.